البحث عن العدالة في بلاد القانون. قبل ما نزلكم الفيديو وأخليكم تسمعون قصة الهاد الإنسانة، أحب أقولكم اللي مو مشترك في القناة يشترك، يفعل الجرس كي يصلكم كل جديد. كم من متابع يتابعني وليس مشتركا في القناة؟ أتمنى تشاركونا في القناة وتفعلون الجرس فضلا وليس أمرا. يلا نبلش. السلام عليكم خوتي خوتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، أمين يا رب. نفس ما سمعنا في العنوان، البحث عن العدالة في دولة القانون. حكاية اليوم أو قصة اليوم بتسمعوها من البنت شخصيا للقضية للحين معروضة في القضاء. ونتمنى من أي إنسان شاف هذا الفيديو ينشره كي يصل صوتها وتبان براءة هذه البنت، لأن هذه البنت وراء القضبان تتمر من أصعب أمور وأصعب أشياء الواحد ما يتخيلها. ونخليكم مع الحكاية ولا تنسوا. ديجا هذيك البنت كانت صاحبتي، حطات شي نورمالمون سوسيتي اللي كنت خدامه معاها، تسرقوا ليها شي تليفونات، والبنت اللي صاحبتي قالت لهم بلي راه انا شريت من عند هذيك البنت واحد التليفونات، دونك ربطوا هذوك التليفونات اللي بعت انا البنت مع هذوك المسروقين، قال لك بلي انا اللي سرقت ليها. عادي كأي واحد زعما كبر وسط واحد العائلة محافظة، الباركور ديالي كان مزيان، كملت القراية ديالي، ديجا خديت جو سوي دوزيام اني ماستر، ماستر سبيسياليزي. الوقت اللي خديت ليسونس بروفيسيونيل ديالي، جي ديسيدي كأي بنت أنها تعاون لي بارون ديالها، نخدم وواحد شوية يكون مثلا مساعدة، راك عارفة البنات ماشي بحال شوية كتبغي تعاوني. من بعد ليسونس ديالي خدمت تقريبا بريسك دوزون، كنت اسيستون دو ستوك في واحد السوسيتي، سي با لا بان انني نقول السميه ديالها. خدمت بريسك دوزون، جات واحد الوقيته هذوك الناس فصلوني على الخدمه، كوم كوا هما مشاو بحجه ديال ان سالات كونطرا ديالي. صافي من بعد ما خرجت انايا من الخدمه قلت عواد ما غنقلب على خدمه اخرى، دو بريفيرابل انني نكمل مي زيتود. قريت بروميير اني ماستر، صافي عادي. حتى كنت فاجئ واحد المره كنت خارجه وعيط ليا بابا، قال لي ودي راه جا واحد الناس كيسولوا عليك، جوندارم والبوليس. انا مشى بالي جي واحد الكونكور اولا شي حاجه، اللي حيت كنت كندفع لي كونكور بزاف، سواء جوندارم سواء البوليس، قلت انا راه واقيلا غير شي حاجه بحال هكا، مدام سيد جا وقال لي غير بحث عادي سي بون ماشي مشكل. قال لي تهبط عندنا الكوميساريه اللي كاينه حدا التوين، بريسك ما عرفاش انا بزاف تما. صافي مشيت انا والاب ديالي هبطنا، سولني بريسك دو كيسيون، ما عاودش طول معايا الهضره. قال لي كو واحد البنت، ديجا هذيك البنت كانت صاحبتي، حطات شي نورمالمون سوسيتي اللي كنت خدامه معاها، تسرقوا ليها شي تليفونات، والبنت اللي صاحبتي قالت لهم بلي راه انا شريت من عند هذيك البنت واحد التليفونات، دونك ربطوا هذوك التليفونات اللي بعت انا البنت مع هذوك المسروقين، قال لك بلي انا اللي سرقت ليها. حاولت انني نشرح اولا نهضر، ما عطانيش وقت بصفه نهائيه، هو يقول لي غادي تباتي معنا اليوم ولوندما عاد غادي تقدمي للمحكمه. لو شوك يعني ما مولفش، قلت لي انا كيفاش غادي نبات، فين غنبات؟ قلت لي زعما ممكن انني نمشي حتى لغدا ورجع، مادام جيت اليوم زعما بالاراده ديالي راه حتى غدا غنجي. قال لي لا، كنت هبطت انا وبابا. انا زعما اللي زعما بقى فيا بزاف هو الاب ديالي، حيت ملي خرجت كنشوف الدموع في عيني. قال لي زعما جيت انا وياها نديها وغدا نعاود نجيبها ماشي مشكل. قال لي لا، اش غادي نقول لك، واحد اليومين ماشي جحيم ولكن صعيبه بزاف، يعني ما عندكش فراش، كتشوف مثلا هضره خيبه، كتشوف شي حوايج اللي انت ما تربيتيش عليهم، ومستحيل واش كنتي غتلقى شي حاجه بحال هكا زعما مره اخرى. صافي نهار ثاني جات البنت اللي قدمت، قالت لهم بلي شرات من عندي. صافي قدمونا للمحكمه، مشيت للمحكمه، سولني قلت له ودي راه انا الوقيته اللي كنت خدامه مع هاد السوسيتي كنت كنبيع ونشري، ولكن التجاره راه ماشي عيب وماشي حرام. عندي قلت لي لو روسو ديالي، عندي كلشي. البنت اللي معايا خرجت يمكن بكفاله وصراح مؤقت، وانا جيت للعكاشه.
كنت اسيستونت عادية نورمالمون في العرف اللي معروف ان الاسيستونت راه كدير داكشي اللي كيقولها مثلا المانجر ولا الديريكتور على حسب ليارشي ديال السوسيتي. نورمالمون في كل سوسيتي ماشي غير ديال السمارتفون كيكون واحد البورسونتاج ناقص بالنسبه للي كليون ديالها او للناس اللي خدامين لي زومبلوي، يعني كيعطيك واحد 20% ولا 25 في اي مثلا موديل كيخرج جديد كتاخذ نتايا واحد البورسونتاج، يعني غتستافد من التليفون ديالك. ما يمكنش كل مثلا 6 موا ولا 3 موا غتبقى تستافد وتخلي الميم سمارتفون، راه عوض ما غتستافد منه وغتستعمله كتقول سي با لا بين. الا كنت غنربح فيه مثلا واحد 1500 ولا مثلا 2000 غير نبيعه. دابا التكنولوجيا راه معروفه، يعني غتشري تليفون اليوم غدا غيطيح في الثمن، غدا غادي يلاه هما تبدل. دونك صافي انا مشابالي معاك، وخصوصا ان هاد البنت راه كانت امي بروش ديالي وكانت كتمر بشي ظروف شويه صعيبه، يعني يلا تزوجات وغتطلق، قلت انا ما فيها باس انني نعاونها. راك عارفه ملي كيكونوا صحابات كتقولي ماشي مشكل، ولكن جابتني لهنايا. غادي نقول صاحبتي اللي خرجات عليا، مي كنقول انا ربما درت شي غلط اللي بالنسبه ليا انا عادي، ولكن في نظر القانون كيعاقب عليه. حيت مثلا نجي لعكاشه اولا مثلا نشوف مساجين ونحاول انني نتاقلم هنا، ما غاديش نقولوا خرجات عليا صاحبتي، ولكن ربي مقسم هذا الشيء. ربما كون بقيت مثلا انا على برا وقعت شي حاجه ما زعما اكثر من هذا الشيء كتقولي راه من الخير. صراحه في الاول كانت صعيبه، يعني راه الدار كيفاش لحد الان انا باقا كنهضر معاهم وباقي كيبكيو. قلت لهم انا الا عاودت عيطت وبكى شي واحد ما غنبقاش نعيط لك. كتصبري راسك كتقولي شوف ربي مقسم واحد الحاجه، يعني بالاراده ديالو انا جيت لهنا. ايه ربما الناس كانوا سبب، ولكن الا مقسم لك الله تكون هنا راه غادي تجي سواء عن طريق صاحبتي اولا عن طريق واحد اخر، ولكن كتعلم واحد الدرسه. ما يمكنش زعما غادي تجي حتى لعكاشه ودوزتي الحبس تقريبا شي شهرين وشي 10 ايام انا هنا مازال ما محكوماش. كدوز الحبس ماشي هادشي دوزتيه فابور، واخا كتقول انت راني ضيعت وكتشوف حياتك يعني باركور ديالك اللي شحال وانت كتبني فيه. قرايتي انا دابا في اي لحظه زعما نقدر نخسرها. كنت كنبريباري باش نكمل الدكتوراه ديالي في المانيا، يعني كتقول هادشي كامل اللي غيمشي لك في رمشه عين ولكن كيتعوض. القرايه كتعوض، الفلوس كيتعوضوا، عندك جوج الحوايج اللي ما كيتعوضوش الصحه والوالدين. زعما انا اللي اثرني هو والديا، اما شي حاجه اخرى الحبس ماشي مشكل غدوزو غادي يمشي عادي، ولكن مازال ما محكوماش، مازال ما تحكمتش. ان شاء الله لو 26 عندي المرافعه. يمكن اش غادي نقول لك، الثقه الزايده في الناس، ولكن هذا ماشي غلط، هذه واحد الخصله كتربحها انت في التربيه ديالك. واخا مثلا دخلت لهنا وسبب صاحبتي راه ما غاديش نقول لك غنخرج انا صافي ما غنبقاش نثق في بنادم، غادي نكذب عليك. الا خرجت وما ثقتش في بنادم ديما غتبقى انت عايش واحد النقص في حياتك. لا بالعكس، نخرج ونتعامل مع الناس بنفس النيه اللي دخلت بها. نورمالمون لا ما حاولتش نتواصل، ولكن هما اتصلوا بالدار وعرضوا عليهم باش يعطيوهم الفلوس مقابل انهم يتنازلوا، ولكن انا ما بغيتش. حيت ملي كتشوف راسك انت مظلوم، انا دو بريفيرابل نحط راسي على الوساده وانا مظلومه ونهز ايدي الله ونطلب على انني نكون ناعسه وظالمه شي حد. الحمد لله دازت الجلسه مزيان، بانوا ان هذوك الناس غير كيدخلوا كيخرجوا في الهضره، بزاف الحوايج تبانوا في الجلسه. يعني كنقول هما غير لا ميثود كيفاش هضروا مع الدار، كيسولوا واش دارهم عندهم الفلوس يفاصلوا عليها يديروا. قلت للدار لا مستعده نبقى هنا ونصبر ماشي مشكل، اي مده طوالت هنا ما عنديش مشكل فيها، ولكن في الاخر اللي غادي يصبرني هو انني ملي غنخرج ان شاء الله غادي نتابع هاد الناس قانونيا باش ناخذ الحق ديالي. اش غادي نقول لك، ما يمكنش نقول لهم ما تثقوش، وما يمكنش نقول لهم عاوتاني، بالعكس تعامل بعفويه. وبنادم الا جيت مثلا نقول لك ما تثقيش في شي حد ولا ما تهضرش مع، ما غيبقاش فينا داك الخصال ديال المسلمين. راه كيف ما كيبقى الحال حنا مسلمين، يعني الا غادي انت غتعامل مع واحد الشخص ونيتك ناقصه ربما هذاك الشخص النيه ديالو مزيانه، اذا غتصاب انت اللي ما مزيانش. بالعكس نتعامل معاه بعفويه وسير بالنيه ديالك، وديما نستحضر الله في اي فعل غنديرو، واللي دارها الله مرحبا به. شي كون غير كل واحد عنده ذره ديال الايمان شويه ما كناش غادي نكونوا بحال هكا. والله زعما انا اللي اكتشفت مني كيوصل الناس للسبيطار او مثلا للسجن
كيولي كل واحد كيفكر في راسو. راه لا ما تصدمش، حيت انا عارفه الواقع كيفاش داير، وعارفه ان الناس راه كترافق معاك على المصلحه ديالها، ولكن ما يمكنش غنتعامل معاهم بالمثل. الا تعاملت انا نولي واحد بحالهم، عشت في واحد الظروف اللي مختلفه، يعني في الدار ما كاينش زعما هضره خايبه، واحد الجو ما غاديش نقول لك كيفاش داير. كتجي لهنا كتصدم، كتشوف ناس مع بعضياتهم، كتشوف واحد اسلوب كيفاش واحد كيهضر مع ولادو، كيف كتقول زعما كون بقيت انا في الزنقه ربما ما كنتش غنشوف هذا الجانب الخايب من الدنيا. راه الدنيا هكا دايره، فيها الزوين وفيها الخايب. يعني كون بقيت في هذيك ميم با راه في الدرب ديالنا والحومه، اي واحد كيسمع مثلا انني راه تشدي كيجي الدار وكيبكي، وديك الدريه ماشي بلاصه ماشي، ولكن ما عندكش شنو غدير، شي حاجه اللي مقسمه عليك الله. كنتمنى زعما من الله انه يصبرهم، يعني احنا كنتسناو ان شاء الله الجلسه يكون خير فيها. انا كنقول لهم زعما سواء كان براءه سواء كان حكم يصبروا معايا ويسمحوا لي بزاف صراحه، حيت انا ما كرهتش انني ما نحطهمش في هذه السيتوياسيون بحال هكا. ولكن الحمد لله ملي كتلقايهم حداك يعني راه اي حاجه كتهون، واخا تكون الحبس واخا يكون اللي كان كتهون عليك، كتلقاي الناس اللي كتبغي حداك. اما شي حد اخر ما تسنيش منه زعما غادي يقدم لك شي مساعده، ولا المساعده الوحيده اللي تقدر تاخذها من عند الله ان شاء الله. الشباب اون جينيرال اش غادي نقول لك، يحاولوا ما امكن ان بنادم ايفيتي اي حاجه فيها المشاكل، اي حاجه، حيت عش هذه المده ديال الشهرين في عكاشه كتشوفي بنات صغار كتلقاي 17 عام 18، يعني صعيب انه يضيع حياته في الحبس. وكنتمنى من صراحه من جميع الوالدين يكونوا قد المسؤوليه، حيت ما يمكنش غتلوم انت دري صغير عنده 18 عام على داكشي اللي داروا والديه. عكاشه ما غاديش نقول لك فيها كلشي مظلوم، كاين اللي مظلوم وكاين اللي ظالم وكاين اللي كيستاهل انه يكون هنا. يعني ربما هذا هو الزوين اللي تعلمت هنا، ماشي كلشي بحال ربما شي وحدين كنتي كتشوفهم في الزنقه كتحكم عليهم واحد النظره كتقول لا هذا كيستاهل، ولكن ملي كتعاشرو اولا كتقرب منه كتبدل هذيك الفكره اللي كانت.